كندخلوا دائما كنلاحظوا بان ملي تنمشيو نشريو دي كومبليمون اليمونتير مواد اللي هي كتعاون مكملات غذائيه اللي تتعاوننا يعني في تساقط الشعر او في تحسين الجوده ديال البشره تلقاو هاد المواد، وهاد المواد راهم كاينين في الحلبه، ما نحتاجش نشري مكملات غذائيه يعني غير الا قديت التوازن ديال غنقدروا ناكلوها. كيفاش يمكننا ناكلوها؟ كاين السيدات اللي 17 الحبيبات تيرقدوا في غريعه الماء وتيبقاو يشربوا داك الماء ديالهم، كاين اللي تيطبخوها وداك الماء ديالها كيمكننا نشلوا به الشعر ديالنا ونخلوا به كل صباح الفروه ديال الشعر باش يقوى لنا وتيحبس التساقط. هنا غنعطيك وصفه جميله سميره بزاف وجربتها في الاخت ديالي وعطات نتيجه رائعه، خصوصا من السيدات اللي من بعد الولاده من بعد ما تيكونوا عاد ولدوا تيكون واحد التساقط كثير، وخا تياخذوا ادويه ولا هذا، هاد الحوايج اللي هما طبيعيه تيعاونونا في العلاج، يعني داك الادويه وهذا كتعطي نتيجه احسن الا كانت تغذيه متوازنه وكان مواد اللي هي كطبيعيه. مناش تتكون الوصفه فيها الوغ الحلبه هي هذه، نوريو الناس اللي يقدروا يكونوا متواجدين في بلدان واحده اخرى ما يعرفوناش علاش نتكلموا، الا شافوها غيعرفوا. دونك الحلبه هي هذه، انا قبضتها طحنتها. دونك ناخذوا هكا البودره ديال الحلبه، غناخذوا منها معلقه كبيره، ومن بعد غادي نتبعها هذا زيت الجليسيرين. دونك حتى هو معلقه كبيره. الوغ غير هادو جوج زيت الجليسيرين والحلبه بودره، غادي يمكننا سميره نزيدو عليهم صفار بيضه ونديروه للبشره ديالنا الوجه كماسك. هنا انا اليوم الهدف ديال هذه الحلقه هما نعطيو هاد السيدات اللي عندهم تساقط كثير في الشعر ديالهم، نزيد شويه الجليسيرين، تساقط كثير كيفاش يمكن يوقف لنا هذا التساقط ويبدا ينوض لنا الشعر بطريقه يعني صحيه. وصراحه هذه الوصفه فعاله جدا بزاف بزاف بزاف، وغادي نزيد عليها الحاجه اللي ما تعرفوش السيدات، واحد الماده كتكون عندنا دائما في الثلاجه اللي هو الماورد. اييه سميره، عمرك عرفتي الماورد بانه تيحبس التساقط ديال الشعر او تيحيد القشره؟ لا. حتى انا الوقت اللي اكتشفت هذه الوصفه تفاجات، انا الماورد دائما عندي تفاجات يعني سلابو. في سيلابو الوغ الماورد بالنسبه للناس اللي عندهم لي ديمونجيزون يعني الفروات الراس ديالهم كتاكلهم، عندهم قشره كبيره كثير بزاف يعني خصوصا الرجال اللي تلطح لهم على لافيت، يمكن لهم يعني كل صباح يدير قطين فيه المورد ويشقق به، الرائحه زوينه غافريشيسون وكيحبس بتاتا التساقط الشعر القشره يعني اللي اونتي بيليكولير. وهنا الا زدناه في هذه الوصفه غادي ترجع لينا ماسك اللي هو فيه التوازن، يعني المورد الرائحه ديالو جميله غيغلب لينا شويه ينقصنا من الجهد ديال الحلبه، زيت الجليسيرين اللي غادي يخلينا ان هذه الوصفه غادي نستعملوها الوغ فروه ديال عقده شويه فروه ديال الراس والاطراف، منها الشعر ديالنا كيتغذى بطريقه يعني علميه من فيتامينات كامله اللي كاين في الحلبه اللي هضرنا عليها. غادي يدير ليفي اونتي بيليكولير يعني يحبس لنا كومبليتمون القشره، ويدير لنا ليفي اونتي شوت في نفس الوقت، ومن مواد طبيعيه ومتواجده عندنا في البيت. السيدات اللي ما عندهمش لا جليسيرين يمكن لها دير زيت ارغان، ما كاين ما احسن منه ومغربي 100%، كيف ما دائما كنشجع كل المنتوجات المغربيه. تبارك الله عليك، شكرا لك غزلان كور على وصفه اليوم اللي اكيد غتلقى فيها بزاف السيدات الراحه ديالهم، ويمكن لهذا كذلك يديروها كماسك على الوجه. نزيد معلومه بسيطه سميره، علاش السيدات سولت قبيله علاش تنفخ لهم الوجه او الصدر او المناطق اللي تيبغيو يعني تكون فيها لو فولوم؟ لان هاد الفيتامينات هاد الكوكتيل اللي رباني اللي طبيعي فيها هو كيحفز البشره ديالنا انها تنتج الكولاجين والإلاستين. الوغ اون فوا كيكون عندنا الكولاجين مفرز في البشره ديالنا بطريقه مزيانه والإلاستين لا للتجاعيد ولا لل واضح. شكرا لك غزلان مكوار. نمشيو لحظه نستقبلوا الضيف ليلى الشوي في فقره نجوم ونجوم. دائما عن سلسلة مقطع من الشجرة اللي لقات نجاح وإقبال كبير من الجمهور المغربي على قناة الثانية، دائما هذه السلسلة الناجحة هذه غنستضيفوا اليوم المخرج ديالها. وأخيرا سميرة وأخيرا اليوم مخرج سي عبد الحي العراقي، مخرج سينمائي مغربي لمجموعة من الأفلام السينمائية من بينها ريح البحر، منى صابر، جناح الهواء، والسلسلة البوليسية ميتاجة، ومقطوع من شجرة السلسلة اللي لقات واحد الصدى الطيب عند كل مغاربة. أولا مرحبا بك سي عبد الحي العراقي. شكرا. معنا في صباحيات دزام، نهار كبير هذا. شكرا. إذا واش كنت متوقع هذا النجاح لهذه السلسلة هذه ولا لا يعني من البداية؟ في الحق السينما ما يمكنش نتوقعوا شي حاجة، واخا نديروا لي زانغغيديون كلهم باش قضية تنجح، تتبقى ديما واحد لانكوني
اللي الحمد لله في المسلسل نجحت بزاف. عنصر المفاجأة. إيه عنصر المفاجأة كان مهم بزاف وأنا فرحان، ولكن إحنا في الأول خدمنا السيناريو اللي وصل أول في التلفزيون ديال الميديتيراني كلهم، أحسن سيناريو داز ما شاء الله. عام وإحنا خدامين فيه، وأنا كنت باغي نوصل قبل ما نبداو التصوير يكون 30 حلقة مكتوبة، حيت ملي تنوصلوا ما تيكونش داكشي مكتوب، تيكونوا الممثلين مازال ما ذاقوا لو رول ديالهم. انا قررت باش نخدم معاهم شهر قبل ما نبداو التصوير، وكان عندنا السيناريو كامل، حيت السيناريو هو مكتوب ولكن ما تصورش دون مانيير لينير. كل مره بدينا بحال دابا بالتالي الفيلم، الناس شافوا الحلقه التاليه بدينا بها، وحنا غاديين حنا تنطلعوا، حيت كان الجو بدينا حنا تنصوروا في الدار البيضاء وكان الجو عظيم، كان تحت الشتاء بزاف ذاك العام وكان الربيع، ولكن انا بغيت نعين حتى الثلج يطيح، دونك بدينا خدمنا في الدار البيضاء المشاهد اللي خاصه الربيع. ومن بعد مشينا للنواحي ديال التحناوت وتكركست، وتما كانوا الاجبال فيهم الثلج وداك الشيء، تما صورنا شهرين. ذكرنا بالسيناريست الله يخليك. سيناريست انا عبد الحي العراقي ما شاء الله، وكارولين لوكاردي السيده اللي هي منتجه. واضح. منين بدات الفكره؟ يعني هي قصه واقعيه مقتبسه من قصه شهيره، منين بدات هذه الفكره؟ كيفاش يعني حتى خديتيها انت وبغيتي تعملها؟ الفكره جاتني انا من جوج حوايج. الحاجه الاولى هي كاينه شي حاجه اللي تخدمني بزاف، هي تنشوف بحال دابا حنا عندنا في مني المراه ما يكونش عندها الولد ولا ما تكونش عندها بالكل التريه، الا مات لها راجل تتصبح ما عندها تاء. انا جاتني من واحد واحد لو بانتر، واحد محمد القاسمي. محمد القاسمي اللي عندنا تري غران بانتر مغربي، عنده بنت ومات وخلى تقريبا شي 300 لوحه، وخرجوا شي ناس حيت انا تنعرفو مزيان داكشي اللي تندوي عليه، هو من مكناس وكبرنا جميع، وما كان ما عمري عرفت عنده لا خوه لا اختو لا حتى شي واحد، وعنده خوه من باه ماشي من مو ولا واحد. صباح هذا الراجل هذا وجا حافوا على داكشي وخرجوا داك اللوحات شي تيتباع ب 100 درهم. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن عندنا حنا دابا مني الوغ هذه الفكره كانت عندي، ولكن كان هي سان فامي ديال هيكتور مالو. ملي كنت صغير شفتو كان بزاف، واحد كان فيلم وكان قرر تاثر عليا بزاف، وبقيت عاقل على ذاك الولد اللي خرج في الزنقه تيتسارى بحال هكا وتلاح، كان عايش في الحب وفي الامانه حتى خرج صاب راسو في الزنقه مليوح. بين ليله وضحاها. الوغ في القصه هذه في سلسله مقطع من الشجره اعتمدتي انك تنتقل من مكان لمكان، يعني كنشوف واحد المناظر غلبة كنتساراو مع سي عبد الحي العراقي في السلسله ديالك ولا لا؟ واش انت تعمدتي انك توظف هذه الفكره؟ تعمدت حيت بغيت نعطي واحد النظره للمغرب اللي وسورتو ديال لا كومبان اللي موالفين ديما تنشوفوا داك الشيء، ما كاينش الماء ما كاينش. هذاك العام كان من الزهر العام فاش صورنا كان الربيع، طاحت الشتاء بزاف وكان الثلج، وكنت باغي نعطي شي صوره للمغرب اللي انا عشت فيها ملي كنت صغير. الله يجازيك بخير. شكرا. ولكن هذه هي الصوره للمغرب. كاين جوج حوايج اللي كنت بغيت نقول غير الحقيقه. جوج حوايج كاين هذه. كاين الخير كاين كلشي كاين زوين كذلك. كاين جوج حوايج كاين هذه، وكنت بغيت الممثلين حيت ملي تنمشي انا بحال دابا في لا كومبان، انا عشت خلاقيت في نواحي الزيتون، خفيت خلاقيت فاس، ولكن طلعنا صغير مكناس وفي الزيتون كنت في لا كومبان بحال الفيرما عندنا، والناس ملي تيدويو ما عندهمش ذاك اللهجه اللي تنشوفوا بزاف في التلفزيون ديال العروبيه، الناس سيدويو عاديين. وحتى ملي مشيت هذه حاجه وحده كنت بغيت نديرها في لي ديالوج، الناس تكون عندهم واحد اللي كل شيء يفهمهم. كان بعد شي خطره تناخذ شي لهجه ديال شي قند فتح الناوت ولا تكركوس تيدويو حتى بالماتيريا، ولكن تنخلي الناس يدويو الهضره ديالهم على راحتهم، ما كايناش ذاك اللهجه اللي تنشوفوا بزاف في التلفزيون في المسلسل ولا مبالغ فيها. فيها واحد اللهجه شويه عروبيه اللي ما تنسمعهاش في الحقيقه. اشني افضل لقطات اللي انت كتحبدها يعني عزيزه عليك في المسلسل؟ نبغيوك تشاركها معنا ومع كل. كاين بزاف ديال، كاين حاجه وحده اللي بغيت نجاوب على السؤال الاول اللي قلتي علاش انا تنامن بواحد ونيت اللي مزيان هذه ليميسيون ديال المراه، اللي تنامن وفرانسوا تروفو قال بين السينما سي لار دو لا فام،
هو فن ديال المراه، هو وقت اللي لو دون ديال المخرج تيتلاقى مع لو دون ديال ديال الممثله سو سا ديريكسيون. وانا جوج حوايج اللي الاولين عندي هي مع فاطمه الزهراء بن ناصر وزين عبيد اللي جبتهم لواحد لو جو اللي تنظن انا بعدا اومان، حيت فيه بحال دابا فاطمه الزهراء بن ناصر صعيبه في سميتو في لو رول ديالها ميشونت، ولكن اون ميم طون العلاقه مع راجلها علاقه فنيه، عندها حب اللي كل مرات تبغي تكون تتحب راجلها ولا تيحبها بحال هكا. دونك الناس ماشي واحد ديكوتومي كوم سا كحل ولا ابيض، كاين واحد لا باليت ديال يعني الانسان واحد يقدر يكون فيه الخير والشر، يقدر يكون فيه الاسود والابيض. ولكن انا تنظن هذا هو النجاح الكبير ديال المسلسل، حيت كل قريب الشخصيات المغربيه اي كل انسان وكل ممثل عنده واحد لا بانوبلي دي زيموسيون تيدوزهم اللي غاديين من النيجاتيف حتى البوزيتيف. ذاك لو كوبل ديال سعيد بي تهامي مع فاطمه الزهراء بن ناصر ديابوليك زعما يمكن دابا تشوف مني تزيد المسلسل تيزيد يسون اكزيكرابل، ما يمكنش يوقفوا في الزنقه تيقولوا لي حرام. شوف دابا مازال غادي يمشي داك الشيء حيت صعيب تيوقفوا في الزنقه وفاطمه الزهراء. وثانيا تشوفهم جميع هو وياها تتغني له تشطح له، عندهم واحد العلاقه عظيمه بيناتهم جوج. هذه من وحده. والثانيه زينب عبيد اللي ما عمرها كان عندها بروميي رول ذات شي، ولكن نهار فاش جات انا كنت خديتها لواحد لو بيتي رول ديال ام، ما ندخلش في لي ديتاي، بيتي رول في الفيلم. مني بديت نخدم معاها واحد النهار قلت لها واش يمكن لي ندير فيك الثقه ونعطيك واحد لو رول ديال لو رول برينسيبال لو بروميي رول. قالت لي مسيو العراقي ما نكذبش عليك انا ما نعرفش، ولكن اللي قلتي لي انا نخدم معاك 100% فيه. وبدينا نخدموا سيمانه وداك الشيء، ولكن قلت لها شوف هاد السيمانه الاولى هي نخدموا، مازال ما امنا بنات. خدمنا سيمانه، السيمانه الثانيه وانا نخدم معاها والبنت تتكتشف تتعمر. اي سو كي في كو سي دوفوني اون كوميديان اكسيبسيونيل. الحمد لله برهنات على الحضور ديالها بقوه. الي دوس الي ال فا فيغ بلوغي لي شوميير. الناس انا قسما عندي واحد لا مونتوز كانت عندي اسماء تازي تتمونتي الفيلم تتقول لي حرام عليك مسيو العراقي حيت حنا كنا تنصوروا في النهار وفي الليل. عندها هذه القدره تبارك الله انها تبكي المشاهد راه سي با. تنصوروا في النهار وتنديروا المونتاج بالليل. دونك انا تنمشي بالليل ندير المونتاج وتتقول لي حرام عليك تتبقى تبكي تتبقى تنقول لها خصك تخرج من القصه باش تمونطيها مزيان. اكيد غادي نرجعوا سي عبد الحي العراقي نكملوا معك الحوار ديالنا من بعد ما نشاهدوا الشيق اكيد سميره، من بعد ما نشاهدوا مقتطفات من مسلسل مقطوع من الشجره. انت سي عبد الله شوف هادو تاخذ غير شي جوج عريشات طبخهم بحالاتين وتشربهم، وهذا جوج معلقات تخلطهم مع شي حاجه سخونه حسوه ولا حليب سخون وتشربهم قبل ما تنعس وتغطى مزيان. ايوا من فمك لله سي تامي. ايوا هكذا نبغيك عطار النمر واحد. بعد ما انت سمسرت راه فيها غير الذنوب والريبه. الله يجيب الشفاء. اهلا اهلا سيد المهدي. ما تنساش الا شديتي العطله تجي عندي للجامع تحفظ شي حزب ولا جوج. ها الله يرضى عليك وليدي وتهلا في الوالده، راه انت دابا هو الراجل في الدار وبر بها. الله راه موصي على الوالدين وبالوالدين احسانا. والله يرضى عليك وليدي. الله يرضى عليك. اهلا اختي عائشه. سلام كي دايره؟ والله ما تنفرح حتى تنشوفك هنا في السوق. جيتي على ود الامانه ياك؟ اييه. ها هي موجوده. انا ها واحد. بسم الله. ها جوج. ها ثلاثه. ها اربعه. ها خمسه. قد شيطه واحد 6000 والله الا تحزيت فيها حتى ندوزها لك. ما كاين باس السي تامي، ما كاين باس انت راه تعذبتي معانا. يلا يلا سلامة. سلم على مينا مولا.
نكملوا الحوار ديالنا مع المخرج المغربي سي عبد الحي العراقي. ما تكلمناش على حاجه مهمه اخرى وهي الطفل. الطفل ياسين الصواب كان عنده دور مهم في هذه السلسله هذه. واش انت راضي على الاداء ديالو في هذه السلسله هذه؟ كيفاش حتى اثرتي؟ انا عرفت بانه انت خديتيه ما بين 500 طفل مغربي. علاش؟ ثلاث شهور وحنا تنساراو في المغرب وعندي جوج ديريكتور دو كاستينغ اللي تيقلبوا لي على الدراري، وكل نهار في البيرو ديالي حتى مالي الموبل قالوا لي بركه 10 15 20 30 دري صغير تيجيو تنصورهم تندوي معاهم. كان عندي لي زاسيستون تيخدموا معاهم. واحد صبت جوج ثلاثه ولكن ما حسيتش بهم، ولكن عندي تنقول هما كاينين. 15 يوم قبل ما نبداو نصوروا دخل واحد الوليد صغير بحال هكا، شفتو بان لي بين يمكن فيه شي حاجه. انا تنقلب على دري تكون عنده 10 سنين 11 عام، دونك قدمت لي جا مع مو دويت معاه قلت له شحال عندك من عام؟ قال لي 11 عام. بديت نصوره بدا تيبان عندي واحد المقطع اللي تنصوره اون غرو بلون ولاسيستون تيدير بين داك واحد لاسين اللي تيسمع اول مره بين هو ماشي ولدهم كومون يفا غياجيغ. دونك انا ما قلتلوش شنو يدير وما عارف شنو يدير، قلت له يتصمت خليتيه يعبر خليته وصورته وواحد الاحساس دابا تندوي وتيتشوف اللحن ديالي سبحان الله. دونك صافي قلت هذا هو الدري، قلت لمو واش حيت هي صعيبه معاك من الدقه الاولى. اقنعني من الدقه الاولى ولكن كان مازال خصنا نشوف الخدمه وندوي مع مو حيت اربع شهور خصو ما يمشيش للمدرسه، خص الوالدين ديالو يكونوا متفقين. دونك صورته طلبت لمو يجي عندي عاود لغدا، قالت لي واش مقبول؟ قلت لها مازال ما عرفنا ولكن راه كاين الدراري بزاف وشافت هي الدراري. جا لغدا عاود خدمت معاه، انا تنخدم معاه واحد ساعه وانا ملي داز تيدوي مع لا برودكسيون من عطى لا دات نيسونس ديالو داكشي ما عندوش 11 عام وانا نشدو. قلت ما قالاش لينا هادي خرجه، قلت له اجي ما قالاش لينا، قلت له اجي شحال عندك من عام؟ قال لي 11. لا حيت هو عرفني تنقلب على دري عنده 11. ما بينه وبين يعني ديجا هذه انا عليا مني هو كذب باش يدوز في لو رول هو باغي باغي. دونك دويت مع مو درنا له استاذ تيقريه وداك الشيء دايوغ مني داك من بعد اربع شهور ديال التصوير وداك الشيء مني رجع للمدرسه ودوز امتحان كان اجور خرج احسن ما شاء الله ما شاء الله حيت ذكي تبارك الله. وثانيين حنا تنخدموا وعنده معلم تيقريه ديما، دونك هذاك عنده واحد ان شاء الله غادي يكون ممثل كبير حيت عنده واحد لا باليت لي زيموسيون في وجهه. كان عنده الحوار بزاف وتيحفظوا، حيت له انا الحوار حيت بعد شي خطره تندير عليه غرو بلان معبر بلا ما يدوي الوغ كو بالعكس الحوار عنده سهل تيحفظوا حيت تيخدم وداير له انا سي تيخدم معاه بالليل باش يحفظوا ودونك بروفيسيونيل. تيجي في تقريبا 12 14 سيمانه التصوير نكون دابست معاه شي جوج مرات. واحد الصباح سكي زعما ولكن سيبولي واحد الصباح جا حيت معاه ثلاثه الدراري جوج ولاد عمو كي سون من المدينه كي سون مانيفيك، واحد الجوج وليدات اكسيبسيونيل دو سبونتانيتي دو فيراسيتي. واحد الصباح جايين تيجيو هما الصباح تيبقاو يعنقوني يبوسني، عنقتهم بجوج وما دويتش معاه، دخلتو ما دويتش معاه بالكل. تيفكر علاش مشى دوا مع مو، قال له علاش وانا ما تندويش معاه؟ دوا مع ساغا لا بروميير اسيستونت، قال له علاش ما تيدويش معايا وانا ما تندويش معاه؟ حيت اخوه كان بروميير اسيستونت وانا ما تندويش معاه. واحد الساعه وهي تجي مو تتسول لاسيستونت وجات عندي قالت لي وانا نعيط له، قلت له البارح ملي كنا تنصورو وعيتي علاش دخلتي بلا ما تسولني؟ هو قال لي كان عيا ولكن حيت تنخدموا 8 10 انا ما تنفوتش بالكل 12 ساعه وتنوقفوا ساعه باش ناكلوا. دونك عندنا خدمه 10 ساعات ماكسيموم ولكن الدري ديال كان تيصور كل نهار عيا، ولكن حنا كان عندنا واحد خصنا نكونوا واجدين لرمضان ما يمكن لناش نسميتو وخصو يكون بروفيسيونيل. مني قبل وسنا ودخل لو رول كان خصو لا بدا يقاوم بلو رول ديالو واخا تكون عنده 18 يعني ساعه واخا يكون عيان العقد ديالو من تما فهم راسو. دونك حيت بعد شي وقت خصو دري صغير بغى يتفشش بغى جا النعاس ما نعش بزاف
تعرف 14 سيمانه ديال التصوار وعطيتي درس في الحياه واحد تنظن انا ولكن ذكي بزاف واكسيبسيونيل وقلت لك حيدت له انا الحوار بزاف حيت ما عندولاش غير يمكن لي ندير غرو بلان عليه ويحط راسه على مو ولا يخزر في شي واحد وعنده واحد لا فيولونس و اون ميم طون اون توندريس الى ان فريمون واحد لا باليت ديال ليموسيون اكسيبسيونيل. اليوم اكتشفنا صوره اخرى من ديال الممثلين كاملين ديال الممثلين كاملين. بغيت ندوي على واحد السيد عاوتاني بزاف بعلوم سعيد به شتيوه كي اكسيبسيونيل سي نور الدين بكر. نور الدين بكر انا مني بديت نصور دابا هذه اكثر من 30 عام فوق ما يكون عندي شي دور ولا شي فيلم بلا ما تنعيط له تيجي ما تيسولني شنو هو لو رول ما تيعرف لا الثمن ديالو تيخدم معايا ديما انا هو صديق ديالي وممثل كبير ولكن هو عنده واحد ليماج مضحك تيضحك انا كان عندي واحد لو رول ديال بلاطون كي واحد لو فو دو فيلاج اللي هو كان استاذ ديال الفلسفه وتيدوز واحد عنده هو تيشوف لا فيغيتي عينيه هي لا فيغيتي وهو لا فيغيتي ديال الفيلم حيت هو اللي شاف شكون قتل الفقي وشكون قتل الناس هو عارف كل شيء وهو لا ميموار ديال هذاك لو فيلاج عيطت له قلت له شوف عندي واحد لو رول ديالك اكسيبسيونيل قال لي فوقاش بني ندوي قلت لك ولكن خايف الناس اللي عندهم واحد النظره عليك انت مضحك يضحكوا ولكن الا شافوا بلاطون انا وضحكوا جوري بيردو سميتو لو باري كو جي في قال لي شوف مسيو العراقي انا جو سوي كابابل قلت له جو سي كو كابابل انت تكثر دير اكثر من داك الشيء ولكن الناس اللي موالفين تيشوفوك فواحد النظره خفتهم تبقى داك النظره لاصقه عليك تبارك الله عليه نجح في المهمه نجح وهذا يدل على انه فنان حقيقي فنان حقيقي نور الدين قال لي شوف انا باغي قبل ما نموت الهضره سميتو بغيت يكون عندي شي غول اللي نماركي فيه الناس غادي تستمر السلسله من بعد يعني من بعد 30 حلقه غادي تكون الاستمراريه ان شاء الله الى بقات ان شاء الله على حسب ان شاء الله احنا كنشكرك بزاف على الحضور ديالك الاسئله الحقيقه ما كرهناش بغينا نزيد نتعلم منكم بزاف ديال الحوايج شكرا انا ما سقيتش بكم السينما بغينا نعرفوا لي بروجي ديالك اشنو هما لي بروجي ديالك بايجال ايجال عندي واحد لي دو ادابتاسيون ديال لي دو رومون اللي تيدوزو في الثلاثينات مازال ما فكرت انا ملي تيكون عندي شي بروجي تنخدم واحد جوج ثلاثه ديال لي بروجي وتنامن بلو هازار واحد فيهم تيطلع وتيكون ان شاء الله هو هذاك ان شاء الله شرفتينا شكرا لك سي عبد الحي العراقي غدا مشاهدينا عندنا دكتور عندنا موعد مع السي نبيل عياشي وغادي نتكلموا معاه على اهميه الفواكه الجافه دكتوره بشرى غادي تكلم لنا على فقر الدم عند الاطفال الصغار نعم الاطفال الصغار يقدر يجيهم فقر الدم وشف الهادي مقترحها لينا الريب بالرمان ان شاء الله الكل والمزيد طبعا بصباحيه دزم نهاركم مبروك الى اللقاء